الفنانه مع احمد اهلاويه. هي اهلاويه. بص احنا كلنا اهلاوي يعني. العيله كلها اهلاويه. لو هي مش اهلاويه هتبقى اهلاويه. طب خلينا نقول الو. الو 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 يا مجدي. اهلاويه ولا ظروفك ايه؟ قولي لي. المكان اللي جوزي فيه. هو خد قرار. خد قرار. نجمتنا الجميله الفنانه مع احمد. يعني قبل ما يبدا في مشاركتك معنا في الحوار الفنان مجدي كامل قال حتى لو مش اهلاويه هتبقى اهلاويه. مفيش اختلاف في الموضوع ده. انا حياتي كلها اجباري مع مجدي كامل واولاده. عشان تبقى عارف بيت اهلاوي جدا. مساء الخير يا كابتن. اهلا بيكي. سعداء بمشاركه حضرتك معنا في الحوار. ايه؟ سعداء جدا بمشاركه حضرتك معانا في الحوار. ربنا يخليك. ميرسي. طيب نتكلم شويه عن النادي الاهلي. تقولي رايك ايه في النادي الاهلي؟ بيمثل ايه بالنسبه لك العنوان الكبير، البيت الكبير، النادي الاهلي؟ نتكلم عن النادي الاهلي. طبعا انا ابني اتربى في النادي الاهلي. مجدي جوزي طبعا اهلاوي فظيع ملوش حل، يعني ممكن يبيعني عشان خاطر النادي الاهلي. ابني هو كمان برضو رغم ان هو مش بيلعب في الاهلي دلوقتي، ورغم ان هو زعلان شويه من الاهلي. لا 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 زعلان زعلان خالص. بس طبعا الاهلي روحه، وكفايه ان انا ابني من هو 6 سنين وهو في نادي الاهلي. والنادي الاهلي نادي محترم. لما الاهلي يا مها لما الاهلي بيلعب اي ماتش، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل أيوه. البيت كله بيتكهرب. انا ممكن اطرد من البيت مثلا. لو مجدي بيتفائل لو في عز الصيف وحد من ولادي موجود يلبسوا نفس البلوفر اللي كان ملبوس والاهلي كسبان، انت متخيل؟ نفس الطقوس نفسها هي المباراه. بيبقى يوم طوارئ في البيت، يوم ماتش للنادي الاهلي يوم طوارئ. وبعدين انا بقى بستغل ده. ايوه. واقعد اجي كده واقول له ادعي. اول ما يقول لا ده اعرف ان انا هقبض على طول. طب عرفت ليه انا بحب النادي الاهلي؟ جميل جميل. طب يعني النادي الاهلي طول الوقت ما شاء الله الله اكبر بيكسب، فبيرفع راسي، فبيملى جيبي. ايوه طبعا. كويس. الموضوع فيه مكاسب اهو، الموضوع فيه فايده لكل الناس في البيت. طيب الفنانه مع احمد. خير على الناس كلها ازاي؟ عايز اسالك عن مجدي كامل الفنان، مش هنا الزوج، مش شريك الحياه، الفنان. سماته من وجهه نظرك كفنانه بتعملي في نفس المجال، اشتغلتوا مع بعض في بلاتو واحد في عمل واحد ولا لا؟ وطبيعه انكم هل بتفضلوا يجمعكم عمل فني واحد ولا لا عاده؟ اولا مجدي كامل الفنان بجد لو الناس عاشرته هتتعلم منه حاجات كتير قوي. بيحب شغله قوي، بيحب التمثيل قوي، بيذاكر جدا جدا فوق الوصف بجد. يعني كانه مثلا يعني هو بيدرس في معهد فنون مسرحيه، كانه لسه طالب ورايح لامتحان، انت متخيل؟ مجدي كامل الفنان بقى مع مراته الفنانه بيعذبها. لو انا عندي شغل يقعد يقول لي ذاكري رايح جاي. حفظتي؟ قلت له انا بليده. ابني انا بليده. عايزها دايما تحضر للدور بنفس طريقتك بنفس اسلوبك. ما فيش حاجه من غير مذاكره. لازم طول الوقت. لا بس هي مجتهده جدا بالمناسبه. هي يمكن لا مجتهده جدا. اكتر مره اتخضيت فيها كان بيعمل مسلسل جمال عبد الناصر، وبعدين دخل التواليت عادي يعني الراجل في الحمام، فجاه لقيت اصوات وعمال بقى بيسمع وبيقول وخطب انا اتخضيت. انا اتخضيت من الصوت. قلت مش ما جاش في بالي خالص ان مجدي بيسمع. ده كان صوته متغير شويه كمان. متقمص الشخصيه جدا. مش قادر احكي لك. لا لا هو كانه عليه عفريت. انا كان على عاتقي يعني مليار عربي هيتفرجوا عليا. ما وكان لازم وكان لازم اقول الخطب كلها. انا كنت حافظ الخطب كلها بالمناسبه على ظهر قلب يعني. لازم احفظها كل يوم. لو انا مثلت معاه. اولا مثلت معاه فعلا قبل كده مرتين. ما بيعرفنيش. كاني ست غريبه عليه خالص. هو بيبقى في منطقه وانا في منطقه، ويقعد يقول لي ما تهزريش وشوفي شغلك، وراعبني طول الوقت. فانت مش متخيل انا كاني فعلا ما اعرفوش. فنان محترف. ما عندوش هزار في الكلام ده. والله يعني هيبه النجم بتبقى عندي، يعني ان انا بمثل مع نجم وخبره ومحترم وعارف شغله كويس قوي فبنسى خالص ان انا مراته. هو انا ببقى مع الممثله اللي هو كان بيدربني في المعهد. درست لها.
فلا لا الشغل معاه بص هو متعب بس حلو. عموما احنا سعداء جدا بمشاركتك معانا، وان شاء الله يبقى في فرصه ثانيه تبقي معانا وتشرفينا في لقاء على شاشه قناه الاهلي، ونشوف كمان مزيد من النجاحات في الفتره الجايه الفنانه مع احمد مع نجمنا طبعا الفنان مجدي كامل، ونشوف مزيد من الاعمال المتميزه ان شاء الله في الفتره الجايه، وباذن الله يبقى في فرصه كمان للقاء نسعد فيه بوجودك معانا مدام مها على شاشه قناه الاهلي. ان شاء الله انا يشرفني ان انا طبعا اجي في قناه الاهلي ومع حضرتك والاهلي فوق الجميع. اكيد اكيد ده الشعار اللي دايما بنشرحه للناس اللي بنقول الكل قبل الفرد، بنقول النادي الاهلي فوق الجميع من ابنائه، الكل بيضع مصلحه الكيان قبل الشخص، عشان بعض الناس كانت بتؤول المعنى ده او الشعار ده بشكل خاطئ، هو ما فيهوش اي تعالي على حد، بيقول الكيان قبل الافراد ومصلحه النادي الاهلي قبل مصلحه اي شخص داخل المنظومه دي. بشكر حضرتك على مشاركتك معانا الفنانه مع احمد، شكرا جزيلا لمشاركتك معانا في الحوار.